السلام عليكم. بسم الله احنا خويا نهضر من البر، كنناشدو جميع السلطات وكنناشدو سيدنا الله ينصرو باذن الله. هاد الناس هادو راهم قصاونا من هاد الشيء هذا، جاو شدو لنا المساجد ديالنا، المساجد ماشي ديالنا، حنا غير اسباب، حنا غير كنخدمو، حنا مساعدين تجار، صيفطنا مساعدين تجار، جاو شدو قيصرية الكفاح اللي مداولة في فاس كاملة، لأن قيصرية غيشدوها وتم الترميم ديالها والإصلاح وكل شيء. جاو هاد الناس هادو بهاد الترميم مرحبا به وقابلينو وعندنا به الغرض، ولكن باش يجي يشد يعوض الملحان وتونسايا هادي 20 عام وانت خدام مع داك الانسان هذا، هادي 13 عام، هذا 9 سنين، انا هادي قبل 2000 وانا خدام فيها معاك في هاد القيصريه، ما عنديش شي نكون واحد اخر، لا انا ولا لا هذا منا. جا قال لك شد عطيهم هاد النهار، جاو طرقوا الحمام، طرقوا القيصريه، خداو السوارت، الله يعاون، فين غنمشي؟ علاش هاد الاقصاء هذا؟ وكسبنا ملتمسات بحال هذا وصيفطنا هاد سعادة الوالي هانا هاد الاول، وصيفطنا لاخر سعادة الباشا وما استقبلونا، ما داوها فينا، ما حنا واش ما زايدين ناقصين، ما نمشيو نموتو ما عرفناش حنايا شنو الدور ديالنا في هاد الحياة. إلا عايدين لنا هكا طبعا بحال هاد الكل ما تصلحوليش، هانت كتصور بعد واحد البركة كتمشي كتاكل كتعيش عايش مسود، وحنا من هاد المنبر كنناشدو سيدنا الله يسعدو كنناشدو المسؤولين على هاد الشيء هذا، الإقصاء ما عندوناش، لأن هاد الشيء هذا ما جرفش شي ربح، راه يقدر يجري لي أنا خسارة، يجي الهدف مشكل، يجي الهدف ضايع، تخريب هذا، جا شد قيصرية المعلم عوضوا له بالثمن رمزي، في الأول قال لك ما كاينش التعويض، النوبة الثانية ولا ثمن رمزي، النوبة الثالثة، وحنا من النهار الأول اللي جاو كيقيدوا، المسؤولين اللي جاو كيقيدونا على هاد الشيء، قيدوا الخدام سميتك وكنيتك وشحال عندك الأولاد وشحال احنا بوليدات وبعائله وبديوره وبالتزامات، واش دابا هذا عنده ثلاث مرات ثلاثه وليدات، انا عندي وليد، هذا عنده وليد، فين غنمشي؟ يمكن خير فينا كيخدم بالنهار كياكل باللي كيخلص المسائل الضروريه للحياه يستطيع يعيش، ما عرفتش انا كيف دايرين. جاو هاد الناس شدوا ولمنتو نادي الله اعلم، ودابا حنا ولينا كتبنا واحد الالتماس، هذا عن سيكتور سعاده الباشا، ها هو فين مقيد هنايا، وهذا عن سيكتور سعاده الوالي الجهه، وهادو الاسماء رحنا البيض على البيض على البيض، اما هي كاينه اكثر من 300 خدام من عام سيدي كلهم، ما تشوفناش الدريه اللي عنده 3 سنين ولا 16 عام ولا 10 سنين، حنا كنشوفوا الناس اللي عندهم عائلات وعندهم الوليدات وكاريا ومخلصين الضو والكرام، شد 5 شهور الحانوت فين غنمشي؟ انا دابا غنمشي السوق كنخدم انا معاهم في هادشي ديال البنين ولا ديال هادشي هذا، تخدم معاه 70 درهم ولا 80 درهم بعدا راك تصور باش تمشي تصرف على حياتك ولا على عائلتك، تخدم معاه 4 ايام يديك تبوق لك الدم ولا بعدين انت. حنا ضد الاقصاء نعم سيدي، هذا هو المطلوب ديالنا، هو الصوت ديالنا يكون مسموع، الاقصاء ما عندناش وربي هو الوكيل ديالنا وسيدنا الله ينصر، وشكرا لنا. جزاك الله جزاكم بخير، هذا مشروع حنا على الراس وعلى العلم ديالنا، مرحبا به الحد ديال سيدنا على الراس والعلم، ولكن خصهم يديروا معنا الحل حنايا، كما كيعوضوا هاد الناس ديال التجار هما اللي الحوانت هادو راه عندهم فين يمشيو يعوضوهم، حنا خصهم يعوضونا، حنا راه وليداتنا وكريم، انا كاري ب 140 الف فرنك، هذا ب 120، واحد ب 150 الف فرنك، حنا فين غادي نمشي؟ واش مولاي فكر غتصبر علينا ولا تقول لها عمي نصلحوا قيصريه؟ ما يمكنش. وعندنا الولاد بالدوايز، انا عندي الدري راه كل 15 يوم عندي 50 الف فرنك ديال الدوايز، عندي كل 15 يوم، ماشي غادي نمشي. يديروا معنا شي حل الله يجازيكم بخير. سيد الوالي كيقول لك انا سيدي غير مسؤول ووصل للجهات المعنيه، الناس اللي كيما كيقول لك حنا توصلوا اللي كبر منا وصلوا اللي كبر منكم، قول لهم هاد المساعدين التجار خصنا ضروري ندير معاهم شي حل، حنا ما تنطلبوش شي حاجه، تنطلبوا واحد التعويض باش نخلصوا الكرا ديالنا، هادشي اللي كاين، ما تنطلبوش شي حاجه اللي ماشي هي هذا. التشريد هذا. وجاو في الصباح جاو الناس المسؤولين وسلمنا لهم السوارت، ما قلناش غير ديال المشكل. لا خلينا نسمع ولا حتى شي حاجه، حنا ضد الشغب وضد اي حاجه، حنا سلميا وكيخصنا الصوت ديالنا يوصل الى العالم، كي قلت القبائل الصوت ديالنا يوصل الى العالم ان شاء الله، حنا ضد الاقصاء، هذا اقصاء، هذا تخريب، هذا ماشي ما جاتكم بخير دابا، كنتمنى هذا الشيء سيدنا الصوت ديالنا يوصل سيدنا ويوصل للمسؤولين ويشوف من حالنا ومن خصو الحقائق باش الا ما كنسالوش في هذا فهاد التعويض وهادي وهاد الشدان هادي نمشيو نموتو ولا نعيشو عند والدينا ولا نشوفو شنو غنديرو ولا نسافر كل واحد يشوف شنو غيدير في حياته،
الا ما كنسالوش ليا بصراحه العباره، والا كنسالو حتى حنايا وحتى حنا مواطنين وحتى حنايا مغاربه ما عندناش فين نمشي، هادشي هذا راه الاقصاء ولا التخريب ولا ما عرفتش شنو هذا الضياع هذا ماشي زاد بالصوره ديال سيدنا عباس ولعيا وسيدنا ما عرفش فيها هادشي، سيدنا ما عرفش فيها هادشي، وصل الحفظ ديالو ولا كان سالي ولا كان سالي ولا كان ماشي باش يهدم البيوت ديال الناس، سيدنا الله ينصرو جا باش يصلح كما كيعوض هاد الناس راه خصو يعوضنا حتى حنايا، سيدنا حتى حنا تنبغيوه كنموت على سيدنا تنبغيو ديننا تنبغيو الصناعة التقليدية ديالنا، حنا 18 عام دوزنا على العلاقة القيصرية ومازالين خدامين تما وتنكافحو على وجهة القيصرية وعلى وجهة المدينة القديمة، وفتالي هذا هو الجزاء ديالنا يطردونا في الشارع، الله يجازيكم بخير. حق الله العظيم الا الا لو معاك شي حل لا معلم ما عنده ما يعطيكش، ما يعطيك المعلم، المعلم شنو يعطيك في نظرك انت 75000 ريال شنو يعطيك؟ انا نقول لك فرحان انا وياه ولا ولا هاد الناس هادو اللي جابوا هاد الاصلاح وجابوا هاد الشيء هذا عطاو المعلم يعطيك صحنا غير بعد الماكله ما عتخدمش فيها ولكن راك كتخلص الكره ما كيمكنش هذا الانسان راه عايش واش عايش عن الهامش هذا عايش على الهامش ولا تخرج للضياع ولا ما عرفتش تخرج دير كروسه فين كاع تحط هاد الكروسه تزيد ثلاثة كروسه من الكراس فين بالنسبه ليا انا راه ماشي دابا ما بغاش انا راه مني قلت للسيد الباشا المدينه شهر ثلاثة وقال لهم الاصلاح دابا من ديك الساعه كنا داشين حنا المعلم ملي كيسمع الاصلاح ما بقاش يصرف لنا حتى السلعه راه شهر ثلاثة وحنا جالسين ماشي عاد دابا ما بقى لا يصرف لنا لا سلعه لا والو كيفاش كيقول مع راسو المعلم الباترون تيقول لك اسيدي بيع لنا راه ساعه ساعه يقدر يصلحهم من غدا بقى يصرف لنا لا سلعه لا والو حنا راه ماشي من دابا حنا جالسين حنا ثلاث شهور ثلاث شهور حنا كنا قلنا ما مخلصينوش الله يجازيهم بخير يجيو يشوفوا هاد الناس يديروا معنا حل يتقصوا يشوفوا هاد الناس عندهم الامكانيات الناس اللي في هاد اللائحه كاين اللي عنده 18 عام 16 عام كاين واش يعني هادو معنا صفات وليداتهم عرفتي العائله سنين ولا ما عندهمش وليدات عنده دوايات ويتابعوا مسؤوليه ويتابعوا كرا وموضوع بزاف ديال المسائل دابا حنايا غير بغيت نفهم هاد الناس المسؤولين واش ما تيحسوش بينا حنايا كمساعدين ديال التجار هما ولا وليدات واش ما تيحسوش بينا في غادي من الشارع ملي الدولة غادي تخرج لنا الشارع شحال يديروا بينا الناس اخرين الله يجازيكم بخير كنتمنى الصوت ديالنا يوصل لسيدنا حيت سيدنا هو اللي غيدير لنا شي حل الله ينصرو علينا ويخليه لينا براءته هذا هو اللي كاين السلام عليكم ورحمة الله هاد الملتمس حنا راه اخر ملتمس اللي نعاودو نكتبو بالنسبة حنايا راه كتبنا وكتبنا وكتبنا مكانش كاع اللي تصنفنا مكانش كاع اللي تصنفنا المهم حنا الله يجازيكم بخير الملتمس الاول هو هذا راه اخر ملتمس وهذا الملتمس الثاني هادو الاسماء ديال مساعدين التجار اللي خصهم ضروري يشدوا التعويضات ديالهم راه الا ما شدوش الدراري التعويضات ديالهم راه الذنوب ديالهم اكثر من اي حاجه وفوق هادشي كامل راه الناس كلهم ارباب اسر ما يمكنش رب اسره من غدا يصبح قطع المصروف ديالو ما يمكنش واش الا عطل على شي حاجه شنو قال له ولدو شي حاجه ولا مراته ولا شي حاجه يقول له ما عنديش راه ما يمكنش ما عنديش راه شي حاجه ما كايناش كاين كاين ما كاينش ما كاينش النوبه الاولى جيتو دايرين بروغرام بحال هذا الاسم ديال مول المحل السميه ديال مول المحل رقم ديال مول المحل مساعد تاجر ديالو رقم البطاقه ديالو نمرة التليفون ديالو هادي هو اول لاليست نزلت للسوق هي هاد لاليست هادي وهي اللي شادين عليها الناس هاد الميزانيه هادي هادي هي لاليست اللي كاينه ما كايناش لاليست اللي كديرو نتوما لاليست اللي كديرو نتوما انا رافضها بحالي انا بحال اي واحد انا كنقول الحق الحق هو هاد لاليست الاولى اللي شادين نتوما عليها المشروع هادي هي لاليست اللي بغينا نعم اسيدي تهضروا معنا بها وتعوضونا حتى حنايا بالميزانيه حتى حنا اللي خارجه لنا حنا كاع ما كنطلبوكم حنا كنطلبو حقنا حنا ما كناش عارفين حقنا عندكم ما نجيوش كاع عندكم حنا ما باغيين منكم حتى شي حاجه باغيينكم تعطيونا الحق ديالنا حنا الله يجازيكم بخير حنا مازال كنقولوها الله يجازيكم بخير عطيونا حقنا حنا ما كنطلبو منكم حتى شي حاجه بغينا حقنا الا عندنا حقنا فهاد حنا حقنا عندنا عندكم وصوتنا تيوصل لكم وهذا الشيء الا ما تسمعوش انت يسمعوا واحد اخر المهم حنا كنديروها علاش على حقنا السلام عليكم ورحمه الله ونتشكروا في سميوز على هذه الاستضافه اللي تابعنا وما قبل حنا ديالنا كنشكروها بزاف حيت هي وصلت لنا صوتنا حنا الصوت ديالنا مشينا عند مسؤولين حتى شي واحد ما عطانا كاع اهتمام